يلا عسية خلصوني بقى، وين أمي كمان؟ لك ليك جاي، ليش نحن فينا نروح من دونها؟ لك والله بعرف إنك بتموتي من راحتي معكم، بس لا تحلمي تروحي من دوني لمكان. يلا لشوف يا بطل، سبقنا على السيارة. يلا رايحين على البحر، رايحين على البحر. ما تحملي شي طاهر، مو تقيلة بحملها. امشي مو ناقصنا هلا تتعبي. خلص حبيبي خلص. انتوا عملتوا كل شيء، ليش ما تركتوني ساعدكم؟ والله مشان المشاوير صرفتك مستعدة تطلع على السما وتعمل شو ما بدكن. يلا بلا ما تضيع وقت هلا. شو بده يحكي الواحد مع حماته؟ استغفر الله واتوب اليه. مراد فاتح، يلا مراد فاتح لك. يلا يا شباب، مراد فاتح. الاكل ضبيته وحطيته هون، هاي البرك وهي المقالي كمان. لك البطيخ ما نو هون. ولك بلا البطيخ هلا شو بتاخذي البيت كله يعني؟ فينا ناخذ من الطريق. يلا اسيه رح يخلص النهار. لك يلا خلونا نمشي بقى، رح نموت من الشوم جوات السياره. الولد انشوى شوي وعم يبكي. يلا قولي على امه بتعلق علي دائما، طلعت قاتله حالها على المشوار. مراد فاتح، يلا اولاد يلا. بالم حبيبتي يلا. اجينا يا اخي شبك، لك اجينا. اجينا قال لك تضرب انت وياه. محمد عم يبكي من الشوب، يلا لشوف. طيب مصطفى فهمنا، ليش لجعير؟ شو هالصوت بتقوله غوريلا؟ تضرب منك لاخوك حيوانات. يلا بنتي خلصيني. قالوا أهلين نفس. طيب ونحن رح نمشي كمان بالكازية منشوفكن. ايه تمام. يلا يا بنات. ملك حبيبتي كيفك؟ بكرة جلسة المحكمة، فكرتي بالشي اللي رح تقوليه ما هيك؟ ملك؟ نعم حبيبتي. مع مين عم تحكي؟ وحدة من رفقاتي بعتت لي صورة إلنا سوا. جنجو بيك ما تشيل هم أبداً، فيك توثق فيني. مستحيل، أنا ما بوثق بحدا، حتى بحالي ما بوثق، وكتير بشغل بالي، ولهيك أنا قوي. وكمان أنت لازم تقلق، إذا الدعوة بتخسر لا سمح الله، وإذا جينجو بيك بينضرب هالجلسة ما رح يكون هالضرر بعيد عنك، ولهيك بدي منك تشيل هم وتخاف وتقلق كمان. عم تفهم علي؟ كون واعي لكل شيء. طلع لبرا. لو تتصرفي هالمرة بذكاء وما تجربي إنه تعملي بطولات ما إلها أي طعم يا ملك، بتمنى منك إنك ما تعملي هالشي هاد أبداً، طبعاً مو كرمالك لوحدك، كرمال اللي بتحبيهم. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.